السلام عليكم من خليا. شوف لما يحصل الاختبارات الكبيرة في الحياة، إن لما تكلف من قبل حاكم ظالم بمهمة أو بمنصب تعمل إيه؟ تتصرف إزاي؟ إذا كنت أمينا مع ذاتك ومع نفسك ومش عايز تخش الركب ولا عايز تتحول إلى بوق من الأبواق أو نوق من الأنواق نوق من النوق تعرف النوق والبوق، النوق ده جمل طبعا، جمال يعني، والبوق ده الميكروفون. فحقيقة الأمر إن الحياة كلها لو أنت شغال مع حاكم ظالم هتبقى لإما من نوق تتركب أو من البوق إنك أنت تنافق يعني. فلما تكون مش عايز، ما عندكش هذه الرغبة، فيبصلك على طول الحاكم بأنك مجنون، كيف ترفض هذا المجد، كيف تقول لا لهذا المنصب، ويقعد يقولك بقى ده تكليف لا تشريف، أصلي ولو انت كل واحد كويس رفض البلد مين هيديرها. الغنيوة دي والاسطوانة دي اللي دايما بيقولها شخصيات يعني عايزة اللي تتجرح معاه، عايزة اللي تصاب مصابتها وخيبتها، وهي انها تكون اصواتا يعني عند حاكم ظالم، او اصياتا يعني جمع صوت وهو الجرباج عند حاكم ظالم. عبد الله بن وهب بقى حاجة تانية خالص، شخص تاني. ليه؟ الخليفة بعت له وكتب له قرار بانه يبقى قاضي مصر. عبد الله بن وهب عمل ايه؟ عبد الله بن وهب جنن نفسه، قالك ده الجن، يا جماعة يبقى حاكم ازاي؟ طلع ابنه وعياله وناسه يقولوا عليه ده ابويا، ده ابويا اتجنن، هيبقى حاكم، هيبقى قاضي ازاي؟ جنن نفسه ولزم بيته. ليه؟ لانه مش عايز. وكمان لو قال لا للخليفة هيتعامل على انه ازاي، كيف ترفض ما عرضه عليك الخليفة. فواحد صاحبه اسمه رشيد بن سعد راح له البيت، فلاعد يتوضى، فقال له معقولة ألا تخرج إلى الناس فتقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله؟ يعني ازاي كده يا عم عبدالله، بقيت قاعد في البيت وعامل فيها مجنون، وما تخرجش تبقى قاضي القضاء وتقضي بين الناس بالحق وبالعدل؟ جننت نفسك ولزمت بيتك؟ فرفع له راسه وقعد يتوضى كده، قال له إلى هنا ينتهي العقل يا حبيبي، أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والمرسلين، العلماء يحشرون مع الأنبياء والمرسلين، وأن القضاء يحشرون مع السلاطين؟ إيه رأيك بقى؟ أعمل فيها مجنون ولا لا؟ يعني تعرف برضو واحد من حكام المسلمين في أنطاكيا، احنا كنا أنطاكيا وغير أنطاكيا، المسلمين كانوا بيديروا أمة، كانوا من هناك عند الصين والهند لغاية هناك عند إسبانيا، كان تحت حكم إسلامي عربي واحد، فكان طبيعي أن يبقى في حاكم في أنطاكيا، لكن حاكم أنطاكيا والبلاد البعيدة عن اللغة العربية دي، فكان بيستعان دائما بكتاب عشان هم اللي يكتبوا الأوامر والنواهي والفرمانات والقرارات اللي بتصدر من الحاكم. فواحد من الكتاب دول بقى اشتهر بحمقه، ويقول لك مثال من الأمثلة دي انه غرق في البحر صندلان من مراكب المسلمين، كان عندنا مراكب برضو مراكب، فالصندلين دول، فالحاكم عايز يبعت لأمير حلب ويقول له على اللي حصل، فقال له اكتب لهم الخبر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم ايها الامير اعزه الله تعالى ان صندلين اعني مركبين قد سفقا من جانب البحر، اي غرقا من شدة امواجه، فهلك من فيهما اي تلفوا. فامير حلب لما قرا كده رد عليه وقال له بسم الله الرحمن الرحيم، ورد كتابك اي وصل، وفهمناه اي قرأناه، ادب كاتبك اي اصفعه، واستبدل به احدا اي اعزله فانه احمق. يعني يترجم له الكلام ده اي قال له طب خلاص خد اي. وعدتكم ان انا هكلمكم عن سعدون المجنون، اللي هو المجنون المصري الشهير، او المجنون اللي موجود في كتب التاريخ واللي المصريين قرروا ياخدوه عندهم، لانه ممكن جدا تلاقي مجنون مع جوحة نفسه، يعني في جوحة تركي وجوحة عراقي وجوحة مصري، وحكايات تروى عن جوحة التركي وحكايات تروى عن جوحة المصري وحكايات تروى عن جوحة العراقي، يعني في كذا جوحة. احنا كمان عندنا كذا سعدون،
في سعدون المجنون المصري اللي انا برضو مش هقول لكم النهارده هو عمل ايه، هقول لكم بكره. انتظرونا مع سعدون المجنون.